التمرين الاولاني اللي راه عندك التمرين الاول تمرين الدوزيام هكذا كاين ثلاثه حنا نديروا الاول والدوزيام بعد نروحوا للتروازيام دوكا نبداو بالتمرين هذا شوف هنا واش قال لك قال لك عين عددين حقيقيين ا و بي درنا هذيك نهار صح فاش في الداله المربع دوك نديروها في الداله المقلوب كيقول لك عين عددين واش دير دير انت اف لي اكس تاعك تروح تنشر العباره اللي عطاها لك واش تولي كي تنشرها كي واحد المقامات راح تصيب اكس زائد واحد وهذا ا فاش راح تصيبه مضروب فاش نضربو ضربوا في المقام اللي راهو من هيك المقام هو شحال هو اكس زائد واحد زائد بي بعدا واش زيد دير موراها زيد تكمل تنشر تنشر واش يبقى لك ا اكس زائد ا زائد بي على اكس زائد واحد دوكا بالمطابقة مع شوف دوكا تطابق مع العبارة الأولانية اللي عطاها لك تاع اف لي اكس العبارة الأولانية واش فيها اف لي اكس فيها 2x زائد 3 على x زائد 1 شوفوا هذه وشوفوا هذه يتشابوا ما يتشابوش يتشابوا ثم ال a شحال يساوي زوج ثم كي ندير انا ax نديرو يساوي 2x نختازل x مع x شحال يبقى لي a a يساوي لي 2 معناها a تخلصت منه خلاص هذا هو هذا واش يبقى لي دوكا قال لي البي تسمى البي هذا كامل ماشي البي قال لي ا زائد بي نزيد نطابقه مع هذا واش حاب يقول معناها ا زائد بي شحال يساوي لي 3 الا عندي انا حاسبه من قبل الزوج هذا انا حاسبه من قبل تسمى زوج زائد بي يساوي لي 3 معناها بي شحال يساوي لي 3 ناقص 2 معناها بي يصيب 1 ومنه العباره تاعي واش حتولي لي العبارة تاعي حتولي لي هاي شحال صبت الأ صبت 2 زايد 1 على إكس زايد 1 شفت ولات العبارة تاعي فيها مجهول واحد نتوما في الليسي قريتو هكذا بتوحيد مقامات برك ولا قريتو من بالقسمة الإقليدية باش في الويب باش الناس قراوها بالقسمة الإقليدية اسكو درتو في الليسي قسمة إقليدية ولا ما درتوهاش تحب نديرو قسمة إقليدية ولا ما كنا نديروها ما كنا نديروها راح اكتبوا هذا باش نروحوا للسؤال اللي موراه يلا اكتبوا لا صوروا بالراسكم وانتم اللي راكم تشوفوا فينا قربوا لكم هكذا باش تشوفوا ليكزرسيس بيان التمرين تشوفوه بيان هكذا يلا اكتبوا انتم ثاني يا اصحاب اليوتيوب يلا نمحي السبوره هذه ونواصل دوكا السؤال اللي موراها واش قال لك قال لك ادرس اتجاه تغير الداله كي راح ندرس اتجاه تغير الداله واش من العباره راح نخدم العباره هذيك الاولانيه ولا ليست جديده ليست وعلاش ليست جديده باسكو فيها مجهول واحد فيها اكس واحد ما فيهاش زوج الاخرى ما نقدرش نخدم بها تسمى العباره اللي راح نخدم بها دوك هذه شوف هذه اف لي اكس تساوي لي زوج 2 زائد 1 على اكس زائد 1 صح كي راح ندرس اتجاه تغير الداله يلزم لي زوج مجالات ولا لا شكون هو المجال الاولاني وشكون هو المجال الثاني صح هو طال لك في مجموعه التعريف طال لك هكذا مجال الاولاني ومجال الدوزيام ولا كان قادر يعطي لك هذا يقول لك زعما ار ما عدا الناقص واحد كيف كيف هكذا كلها هكذا مجموعه التعريف يعطيها لك من هذاك الشكل ولا من الشكل هذا تعرف انت باللي المجال تاعك ولا مجموعه التعريف تاعك راهي فيها زوج مجالات وكاين اتحاد بيناتهم دونك واش نقول؟ نقول قبل نقول نبين واش من المجال راني نقول دراسه دراسة دراسة اتجاه تغير الدالة اف على المجال واش المجال راكم حابين نبداو؟ نبداو بهذا من ناقص واحد للزائد ما لا نهاية واش نقول؟ قبل واش نقول؟ قبل ما نقول اكسبرت نقول نفرض ولا ليكن صح نفرض ان نفرض ان اكس واحد واكس اثنين عددان حقيقيان من المجال من المجال تاعي من ناقص واحد للزائد ما لا نهايه بحيث شكون اللي كبير؟ ديما عندي اكس 2 اكبر من اكس 1 راهم اصغر من ناقص واحد وهي كي نقرا اكس 1 اصغر من اكس 2 صح جماعة ديما كتبوها تسمى اكس 2 راه حنا نقراو من اليسار ليان دوك انا ندير اكبر ولا ندير اصغر كيفاش راه؟ منا ولا منا؟
لا لا منا من ناقص واحد. اذكر اني في المجرم ناقص واحد للزايد مع النهاية. ما مكاش تحت الناقص واحد. الخطوة اللي مراها وش راح ندير؟ زائد واحد. متابعين اقع شوف. هذا يولي اكس واحد زائد واحد. وهذا يولي اكس اثنين زائد واحد. وهذا يولي ناقص واحد زائد واحد. اتجاه ما يتبدلش. بقى كيما راهي ها. وش حيصير هذوكا؟ اكس واحد زائد واحد. اصغر من اكس 2 زائد 1 اكبر من واش من زيرو. راك تشوف زعما دوك هنا نكتب لي عدد موجب. الخطوه اللي موراها واش راح ندير؟ شوف حنا نشوفوا العباره هذه اللي فوق زوج نقلبوا نضربوا في المقلوب. نضربوا في المقلوب صح. قبل ما نضرب في المقلوب خلوني نمد لكم مثال. هذا شكون اللي كبير الربعه ولا زوج؟ صح. ركزوا هنا ربعه اكبر من زوج اكبر من زيرو. لو كان ندير انا واحد على اربعة ومنا ندير واحد على اثنين منا ما نديرش واحد على زيرو كاش منا على زيرو. هذا شحال يولي؟ 0.25 وهذا يولي 0.5. شكون اللي ولا كبير هنايا؟ 0.5 ولا كبير؟ تسمى واش يصرى؟ كي ندير انا واحد على اثنين يولي هو منا اكبر من واحد على اربعة. تسمى انا كي راح ندير المقلوب راح يولي هذا منا شوف واحد على اكس واحد زائد واحد وواحد على اكس 2 زائد 1 يولي هذا اللي كبير. تقدر يا بصح من افضل تخلي اتجاه واحد. لا لا ما تلفش يا من افضل تخليها هكذا. كاين اللي يرفض يقول لك كاين اللي يرفض يقول لك المتباينه نحب يكون عندها اتجاه واحد ما تكون كاع جايه كيما نقول تكون كاع صاده لها. ما ماك تبان على كل حال. صح دوك انا واش ندير؟ شوف على بالي بلي راهي اكبر من الصفر. ياك عدد موجب كي قلبته يبقى اكبر من الصفر ماشي يولي اصغر من الصفر. الخطوه اللي بقات لي وشنو هي؟ زيد لهم كاع زوج. شوف شحال يولي هذا؟ زيرو زائد زوج شحال؟ زوج. واحد على اكس 2 زائد 1 زائد زوج اصغر من واش؟ من واحد على اكس 1 زائد 1 زائد زوج. هنا واش صبت هنايا؟ راني صبت باللي اف لي اكس 1 كبير على اف لي اكس 2 اكبر تماما من الصفر بصح كبير على 2 لما كبير على الصفر. واش معنى هاد الداله هنايا؟ انا متناقصه. صح نكتب واش نكتب؟ نكتب وعليه الداله اف متناقصه تماما على المجال من ناقص واحد للزايد ما لا نهايه. هذا المجال الدوزي المجال الاولاني. دوك المجال الدوزيام شحال؟ تفضل راني جاي. نداوها السمانة الجاية إن شاء الله الإجتماع. أنا مع تعروي بعد نداها يطيح لكم هكذا الفرق. صح يطيح لكم الإشتغال العدد المشتاق دراسة معلاش كي نكملوا هذا نديروا إشتغال ماشي مشكل. تغير الدالة أف على المجال من ناقص ما لا نهايه ناقص ما لاش نكملوا هذا نديروا الاشتراطيه ماشي مشكل اشتراطيه كملوا باذن الله نديروا اشتراطيه. عدد مشتق مالك تحكي ماشي اشتراطيه. عدد مشتق هذا اللي في لا ليميت وكذا بديتو يطيح في الفرد. خلاص اوكي سمعنا الجايه ان شاء الله احنا نبداو. واش نقول؟ نقول ليكن اكس 1 واكس 2 عددان اي معايا ماكوش معايا يا جماعه عددان حقيقيان من المجال من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد. شكون اللي راح يكون كبير هنايا؟ اكس ا اللي حيكون فعلا اكس 2 لا لا ديما عندك اكس 2 هكذا اكس 1 ديما اصغر من اكس 2 برك هنايا راح يكونوا اصغر من ناقص واحد. شوف تكون عندي من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد. شوف ديما العدد يا يكون اكبر يا يكون اصغر. الخطوة اللي موراها واش ندير؟ نزيد واحد. ها واش يولي هذا؟ اكس واحد زائد واحد اصغر من اكس 2 زائد واحد اصغر من ناقص واحد زائد واحد. واش راح يولي دوك هذا؟ اكس واحد زائد واحد اصغر من اكس 2 زائد واحد اصغر تماما من زيرو. تسمى ولا عدد سالب هذا. كي راح تسمى دوك عدد سالب كي ندير المقلوب نقلب الاشاره ولا ما نقلبش؟ نقلب الاشاره. ندو مثال يا سيدي ندو مثال. ناقص 2 كبيرة على ناقص 4 ماشي كبيرة وصغيرة على الزيرو ياك. كي نقلب انا واحد على ناقص 2
ونقلب منها واحد على ناقص 4 شحال يولي هذا؟ ناقص 0.25 صح؟ وهذا شحال يولي؟ غلط، هذا ناقص 0.5 خطأ مطبعي، هذا ناقص 0.5 ركز ركز، وهذا ناقص 0.25 شكون اللي ولا كبير هنا؟ ناقص زي... هذا اللي ولا كبير، ثم هذا اللي ولا كبير، وما زالهم كيف كيف أصغر من الصفر. شتلو ما شتوش؟ ثم كي نقلب كي ندير المقلوب نزيد نقلب الإشارة تبدل، ثم هذا راح يولي هنا واحد على بيانسر. لا لا يقدر يكون عندك ناقص ما بينك، زعما مثلا لو كان جا عندك هذا ناقص واحد على إكس واحد زائد واحد، هنا لازم ترد بالك تقلب بعد تضرب في الناقص، الدور زي تعاود دور الإشارة صح، يولي واحد على إكس واحد منا أكبر من واحد على ها إيه الناقص، كي تلحق لهنا زيد ضربها كاع في الناقص زيد دور الحالة يطبق دخرة وي، كيفاش حيبقى؟ حيبقى أصغر تماما من الصفر. الخطوة اللي بعدها شنو هي؟ تدروش هذه ما تغلطوش فيها في الإكزام قاعد صح صح. شحال راح يولي هذا؟ راح يولي واحد على إكس 2 زائد واحد زائد 2 أصغر من واحد على إكس واحد زائد واحد زائد 2 أصغر تماما من، أنا تحصلت على كيف كيف على أف لي إكس واحد كبير على أف لي إكس 2 وراهم أصغر من هنا أصغر من 2. تفضل. كيف كيف زوج ولا الزيرو؟ زوج أكبر تماما من الزيرو، يسموها خاصية تعدي، يسموها كبير على الزيرو. فهمتني؟ ومنا كيفاش راهي؟ راهي أصغر من أصغر من 2. فهمتني؟ المهم خرج لي اف لي اكس اف لي اكس واحد اكبر من اف لي اكس، واش نقول هنايا؟ نقول ومنه الدالة اف متناقصة تماما على المجال. كيف راهي واضحة ياك؟ خط الكوفي هذا ناقص من النهاية ناقص واحد. اكتبوا يلا اكتبوا سي بون، راه كمل الكتابة دوك بقى ماجد التغيرات. الدالة تاعي كيفاش صبتها؟ صبتها متناقصة متناقصة هكذا، عندي قيمة ممنوعة، شكون هي القيمة الممنوعة؟ ناقص واحد. شوفوا مالا كيفاش راح يكون جدول تغيرات تاع الدالة تاعي على المجال. جدول تغيرات الدالة اف، جدول تغيرات الدالة اف، تبع 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 معها على واش؟ على ار ما عدا ناقص واحد. راح يكون الجدول هكذا اكس هنايا اف لي اكس، القيمة الممنوعة تاعي شحال؟ ناقص واحد، هنا عندي ناقص ما لا نهاية زائد الدالة تاعي متناقصة متناقصة. القيمة الممنوعة هي ناقص واحد، لو كان نعوض ناقص واحد هنا يصرى لي مشكل، تجيني ايرور ممنوع، تجيني حالة عدم تعيين. شوف لو كان نعوض ناقص واحد زائد واحد شحال يولي هذا؟ يولي لي زيرو، واحد على زيرو ما نقدرش نحسب، ما نقدرش نقسم حاجة. شوف هنا ما نقدرش نحسب صورة هنا، اكتب باش تكتب هنايا، هنا ان شاء الله مازال فصل ثالث كي تقرا النهايات تولي هنا تكتب النهاية، تحسب النهاية تاعك بقيم صغرى وبقيم كبرى تعوضهم هنا، بصح في المستوى تاعكم ما كاش واش تزيد، دول التغيرات يبقى هكذا كيما تقراو في الفصل الثاني. سي بون كيما الكتيبه معنا، نروح للسؤال اللي مراه تاع مركز محور تناظر، نروحوا صح، نروح دوكا الثالثه هنا. شوف الثالثه ثلاثة ألف، البرهان أن، البرهان أن النقطة شحال الإحداثية تاعها؟ ناقص واحد اثنين، مركز تناظر لسي اف. باش تكون مركز تناظر واش يجب؟ يجب أن ينطبق الشرط. الشرط ما هو الشرط؟ شكون هو الشرط؟ لازم هكذا، لازم ينطبق لي هذا الشرط، اف لي 2 الفا ناقص اكس زائد اف لي اكس لازم نصيب 2 بيتا، هكذا هذا هو الشرط. شحال الفا شحال بيتا؟ الفا هو ناقص واحد، ثم لازم كي نعوض اف لي 2 في ناقص واحد ناقص اكس زائد اف لي اكس شحال لازم نصيب؟ لازم نصيب 2 في 2، ثم لازم نصيب 4. شحال دوكا حيولي لي هذا؟ اف ثم لي ناقص 2 ناقص اكس زائد اف لي اكس لازم نصيبو 4 هكذا. لدينا شوف لدينا
ولا نقول لكي تكون نقطة مركز تناظر يجب أن يتحقق هذا الشرط. نقول يجب أن يتحقق. يجب أن يتحقق. لازم يتحقق لي هذا الشرط. هنا هو تما. لازم يتحقق لي الشرط هذا. صح. دوك بصح لازم مش لازم ثاني؟ لازم هنا شو ناقص 2 ناقص x تكون تنتمي للدي اف اللي هو r ما عدا ناقص 1 لازم و x ثاني تنتمي للدي اف تاعي مجموعة التعريف تاع الدالة تاعي. دوك واش ندير الخطوة اللي موراها؟ لازم نحسب f اللي ناقص 2 ناقص x نزيد لها f اللي x لازم نصيب 4 نقول هنايا من أجل ناقص 2 ناقص x 2 الفا ناقص x دوك لازم نمحي الصبورة هذه هنايا كامل باش نعوض فيها هكذا نمحي الصبورة هذه كامل نمحي هذه كامل ونبدا شاف نخلي غير هذه برك اللي نسحقها باسكو ما عنديش هنا لي سباس دوك قولوا لي فاش نعوض دوك انا فاش نعوض واش لا واش من العباره اللي حنعوض فيها شاف انا لازم ندير دوك اف اللي ناقص 2 ناقص اكس زايد اف لي اكس انا فاش نعوض في هذه ولا في هذه فاش راكم حابين وعلاش نعوض في القديمه خير لا نعوض في الجديده هذه خير فيها مجهول واحد ساعدني خير صح نعوض في الجديده هذه سي ميو مادام فيها مجهول واحد صح نعوض ما لا في الجديده ونشوف واش حال نصيب راح نصيب هذا اف لي 2 ناقص اكس هو 2 زائد 1 على باسط الاكس شحال راح نصيب راح نصيب ناقص 2 ناقص و اف لي اكس تاعي واش راح يكون اف لي اكس هو 2 زائد 1 على اكس زائد 1 دونك هذا واش راح يولي موراها راك معنا امجد واش راح يولي هذا يولي زوج زائد 1 على ناقص 2 ناقص اكس زائد 1 زائد 2 زائد 1 على اكس زائد 1 دونك هذا واش راح يصرا له شحال راح يولي ناقص 1 يولي 2 صحيح يولي 1 على ناقص اكس ناقص 1 زائد 2 زائد 1 على اكس زائد 1 صحيح نخرج الناقص عامل مشترك ها ناقص 2 زائد 1 شحال تولي تولي زائد ناقص ناقص 1 دوك هذه نقدر نكتبها هكذا هذه الكتابه نقدر نخرج ناقص عامل مشترك هذا ما نقدرش صحيح ساني خرجت عامل مشترك نديرو كامل الخطوات هذا الناقص قادر نكتبه من الفوق وقادر نكتبه هنا ثاني كيف يعني قادر نكتبه هكذا ها مملوك نكتبه ثاني صح راك تشوف ولا لا كان عفسه راح تروح شكون هذا صح كان هذه بعد راح يروح شحال تبقى لي هنايا تبقى لي 4 و4 تساوي لي شحال 2 بيطا وعليه النقطة تاعي النقطة A ناقص 1 2 هي مركز تناظر للمنحنى سي اف هذا ما كان إذا ما لقيتهاش معناها يا إما أنت راك غلط يا إما الشيخ راه غلط في السؤال تاع الإكزامبل اسمع وراه غلط لازم تصيبها لازم تصيبها لنا السؤال كما هو شكون السؤال دوك اللي مازال لي كيفاش نعين نقاط التقاطع مع محور الفواصل ومع محور التراكم واش ندير يطيح السؤال هكذا يطيح لازم يطيح ممكن الشيخ تاعك وانا ما نعلمش الغايب ولا نقول با يا شيخ بو لا لا عليه واحد السبعه هكذا كله الاختبار كيفاش في البار في الفرد يطيح ممكن يطيح هكذا ممكن لا المهم هذا التمرين الشامل هذا التمرين حنا كنشوفوا هذا النموذج من نماذج تاع الاختبارات الشيخ في الفضيله احنا هذا وعلاش لا ممكن احنا معلاش حنا ندربوا على دي سوجي واعرين باش كيجينا سوجي ساهل سوجي متوسط نقدروا عليه هكذا دوك نروحوا للبا واش نقول نقول تعيين احداثيات
نقط تقاطع، نقط تقاطع مع، نبداو مع محور الفواصل. كيفاش نعين نقاط تقاطع مع محور الفواصل؟ واش ندير؟ بلا ما نديرو منحنى، حنا عيناها جبريا ماشي بيانيا. تبع هنا تبع، كيفاش نعين؟ هذا تقرا هذا المخرج العام اللي فات، هذا تاع بريميراني. كيفاش نعين نقاط تقاطع مع محور الفواصل؟ لازم نحل المعادله تاعي. وشنو المعادله؟ المعادله هذه اف لي اكس يساوي لي صفر، هذه هي المعادله لازم نحلها. راك معايا ولا ماكش معايا؟ كيفاش نحل المعادله هذه اف لي اكس يساوي صفر؟ واش معناها؟ نخدم بالعباره هذه ولا بالعباره هذه؟ لا نخدم بالاخرى خير، الاخرى خير. شوف كون نخدم بهذه لازم واحد ما قال هذه صحيحه، انا نفس الشيء حسب نفس النتيجه. شوف كون نخدم بهذه خير، لو كان نخدم بهذه يا ليكيب خير. شوف ماذا واش يصرى؟ هذا قادر نضربه في زيرو. نديروها بالتفسير الممل. شوف 2 اكس زائد 3 راه يساوي لي صفر في اكس زائد 1 ولا لا؟ هذا ما كان دوك واش يولي؟ هذا 2 اكس زائد 3 يساوي لي صفر، صح؟ يعني 2 اكس شحال يساوي لي؟ ناقص 3. تسمى اكس شحال يساوي؟ ناقص 3 على زوج. تسمى شحال النقطة الأولانية اللي يتقاطع فيها؟ أو يقطع عند عند النقطة هذه اللي سميتها مثلا نسميها بي، نقدر نسميها بي شحال؟ الفاصلة تاعها ناقص 3 على زوج، ترتيبة تاعها شحال؟ زيرو. فهمتي هذا كي معنا؟ فهمت هذاك فاش درت؟ سي بون. مع محور الفواصل سما سهل الحال. فهمتوها قاعدين؟ مع محور التراتيب واش ندير؟ يلا. مع محور التراتيب. مع محور التراتيب كيفاش ندير؟ ها؟ ونقدر ما نقدر ما كيما هو هذيك النهار فهمتكم، نقدر نكتب زعما سي اف كي يتقاطع مع اكس او اكس بريم، نقدر نكتب ثاني هكا. طرابيا. مع محور التراتيب واش نحل؟ نعوض اف لي صفر، نعوضو برك اف لي صفر. شحال نصيب لو كان نعوض اف لي صفر؟ راح نصيب 2 في صفر زائد 3 على صفر زائد 1، شحال راح نصيب؟ ونصيب 3. تسمى هذه النقطة إلا سميتها سي زعما سي، شحال الفاصلة تاعها؟ زيرو. شحال الترتيبة تاعها؟ 3. تسمى يقطع محور الفواصل في نقطتين. شكون هما النقطتين؟ نكتبهم هنا. شنو نكتب هنا؟ نسمي النقطة بي شحال؟ نسميها سميتها ناقص 3 على زوج زيرو. وشحال النقطة سي؟ صفر 3. نسحقوهم بعدا كي نرسموا المنحنى تاعنا. متفقين؟ اكتبوا يلا باش نمحي السبورة. يلا اكتبوا نواصلوا. شوف ما كاش الكمال لله، ممكن تحس روحك فاشل، تحس روحك ناقص، مي بصح مع الوقت ان شاء الله تقدر تقوي نفسك. دوك كان ندير السؤال اللي مرا، واش يساوي سؤال الانسحاب؟ قولوا لي واش يساوي. ناقص بي ا ناقص ا بي، ناقص بي ا ناقص ا بي، ناقص ا بي. ها ناقص ا بي. شعاع الانسحاب قال لك انا عين شعاع الانسحاب. انا عم بالي بلي في يساوي لي شحال؟ ناقص ا بي. هكذا ا شكون ال ا؟ 2 ناقص بي. غلط. عبارة تاعك لازم تكون مكتوبة هكذا، اف لي اكس هذه الدالة مقلوب، تسمى اف لي زائد ا زائد بي، تكون مكتوبة هكذا. شحال ا وشحال بي؟ ناقص 1. ها؟ ناقص 1. ها؟ هاوليك هاوليك، شوف العبارة هذه هي. ها هنا عندي 2 زائد 1 على اكس زائد 1، وين راه ال ا وين راه ال بي؟ شكون ال ا شكون ال بي؟ طرابيها تسمى شحال؟ ناقص 1 2. تسمى واش نقول؟ نقول يمكن رسم سي اف هذه هضره زايده على كل حال، انطلاقا من التمثيل البياني، من التمثيل البياني للداله المرجعيه اف، للداله المرجعيه شكون؟ واحد على اكس، هذه هي الداله المرجعيه. ها ناقص ا، ناقص ا بي، ناقص ا يقول لك هذا الدالة المرجعية المقلوب. ترى الدالة المرجعية، الدالة المقلوب، ونقول هنا الدالة المقلوب هاي ليك، الدالة المقلوب الذي نرفقه بكل اكس على الاكس بالانسحاب الذي شعاعه، شحال شعاعه؟ بالانسحاب الذي شعاعه شحال؟
ناقص از ناقص واحد اثنين. وانا ما قالكش اكتب الاكتبه على كل حال سي بون. حلينا السؤال وقال لك عين شو الانسحاب برك انا عينته انشئ دوكا اكتبوا هذه رابيدمون باش دوك ننسى اشياء باش ننسى ننشا. يلا نواصلوا جماعه قبل ما نروح ندير السؤال. السؤال اللي قال لك انشئ سي اف في المعلم المتعامد والمتجانس جي دوك قولوا لي كيفاش نرسم قبل الداله المرجعيه تاعي كيفاش نرسم. لو كان حبيت نرسم انا واحد على زعما تخيلوا زعما عندي داله هذه جي لي اكس تساوي لي واحد على اكس ودي جي تاعي يساوي لي ار نجمه كيفاش نرسم الداله المرجعيه كيفاش نرسمها؟ قال يا سيدي هاو المعلم تاعي المتعامد والمتجانس راح عند الواحد عند اثنين عند ثلاثه عند اربعه عند خمسه كيفاش ندير؟ ندير جدول القيم ولا تسموه جدول مساعد ماشي مشكل. هاو جدول المساعد واش يكون فيه هنا اكس وهنا جي لي اكس. شوف ما نسحقش بزاف القيم عندي الزيرو ما عندهاش باش نعوض صفر هكذا عند الواحد شحال نصيب؟ واحد. يصيب واحد. واحد وعند الناقص واحد يصيب ناقص واحد صح سمع عند الواحد راح نصيب واحد هنا وعند الناقص واحد شحال نصيب نصيب ناقص واحد سمع راني هنا شوف عند الزوج شحال نصيب عند الزوج شحال نصيب نصيب واحد على اثنين عند الزوج سمع نصيب هنا ومن بعد العكس عند النص راح نصيب زوج عند الربعة شحال نصيب ربع أربعة وعند الأربعة نصيب ربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة والدالة المقلوب تاعي راح تجي بالشكل هذا شوف راح تجي هكذا كيفاش تجي؟ ومنها كيف كيف عند النص راح قلنا نصيب زوج هاي واحد اثنين وعند الأربعة شحال نصيب نصيب ربعة كي نعوض واحد على أربعة راح نصيب ربعة معناها التمثيل البياني راح يجي هكذا هذا التعواش تاع الدالة المقلوب هذا التمثيل البياني تاع الدالة المقلوب بالصح. شو عاد نسيح السنة هذه الدالة المقلوب تاع واحد على إكس. وش قال لك؟ هو قال لك رسم لي هذا اثنين زائد واحد على إكس زائد واحد. إحنا عندنا شو على الانسحاب؟ شحال يساوي شو على الانسحاب؟ قلنا ناقص واحد اثنين. صح هاي لك شوف ناقص واحد اثنين اسمها نطلع لهنا. ناقص واحد اسمها هذا وشو على الانسحاب هنا. هنا في النقطة هذه راح يولي عندي معلم جديد. المعلم الوهمي بون انتما عندكم كيفاش تحترس انتما عندكم ورقه مليمتريه سمحت ترسموا خير مني انا هنا انا راني راسمها بيبري الفرد ما تحكمش هكذا تمرين صعيب هذا سما جاك طويل ممكن تحكم حاجه سو صدي بوشيخه تاعكم صح سما المعلم شاف نرسم معلم وهمي ولا معلم جديد اللي راح يكون هنا المبدا تاعو هو نهايه تاع الشعاع الانسحاب تاعي هذا شتونا في المعلم الجديد هذا نعاود نرسم الداله المقلوب كيما رسمتها من قبيله عند الواحد شحال قلت نصيب واحد عند الزوج شحال نصيب نص عند الاربعه شحال نصيب عند الاربعه نصيب ربع ومن بعد عند النص شحال نصيب زوج وعند الاربعه شحال نصيب ربع ثم هنا راح تجي الداله تاعي تمثيل بياني تاع الداله تاعي راح يكون هذا تعقدوا العمليه فاته عند الناقص واحد شحال راح نصيب عند الناقص واحد راح نصيب ناقص واحد عند النص شحال نصيب عند الناقص نص راح نصيب كيف زوج عند الربعه شحال نصيب اربعه تبقى ناقص اربعه وهنا عند الزوج شحال نصيب عند الزوج نص ثلاثه اربعه وعند الربعه شحال نصيب اربعه تسمى الداله تاع التمثيل البياني تاع الداله راح يجي هكذا انتم عندكم واش راح يجي هكذا لازم فقط نراعي شيء واحد اللي هو واش قلنا باللي يقطع محور الفواصل عند واش عند النقطة هذه ناقص 3 على زوج اللي هي شحال ناقص 3 على زوج زيرو سما لازم يقطع هنا شوف هنا مانيش راسمها مليح لازم هنا يكون ناقص 3 على زوج وين يقطع محور التراتب وين عند النقطة شحال صفر 3 هنا عند 3 صح شتو هذا وشنو هو هذه اف لي اكس بدلالة اكس ثم بعد تعاود تمحيوا هذا الكحل هذا اللي راسمه بالكحل تمحيوه باسكو ما قالكش ترسموه معايا هكذا يكفي ثم برك عندكم ورقه مليمتريه حتى ترسموه خير من اللي راني راسمونا هاك عينتهم لازم تخرج فيهم انت البي او سي لازم هذه تخرج لك شحال معايا ماكش معايا ولازم تصيب ثاني محور ترادر اللي هو شحال
شحال ناقص واحد اثنين، لازم انا عند النقطه هذه ناقص واحد اثنين تكون الداله تاعك ناظر بالنسبه للنقطه هذيك. صح، دوكا ما تروحوش بعيد، ما تروحوش بعيد. دوكا ندرس اشاره. شاف قال لك ادرس اشاره الداله اف. هنا في السؤال كي قال لك ادرس اشاره الداله اف لازم نعرف يندرسها بيانيا يندرسها كيفاش حسابيا. انا هنا نقدر ندرسها بيانيا، هو ما قالكش بيانيا ولا حسابيا، شغل تمرين صعيب. انا نقدر ندرسها، ندرسوها بيانيا نزيد ندرسوها حسابيا. لا لا ماشي متزايده، قول لي وقتاش تكون موجبه وقتاش تكون سالبه. كيفاش راك تشوف الداله تاعك كيفاه؟ نقول انا هنا رابعا دراسه اشاره نادوك درنا واش درنا، درنا تا وندير دراسه اشاره الداله اف. كيفاش راك تشوف فيها وقتاش تكون مزيد وقتاش تكون ناقصه؟ هيا قول لي. انا راني نشوف الداله تاعي باللي راه هكذا. شوف كي نروح دوك ندير جدول اشاره، ما تقولش متزايده، قول وقتاش تكون موجبه وقتاش تكون سالبه. ها تكون شوف عندك من ناقص ما لا نهايه للنقطه هذه. النقطه شحال؟ ناقص 3، ناقص 3 على زوج. هنا راهي تنعدم قبل هنا راهي موجبه، من بعد موراها كيفاش راهي؟ راهي سالبه. حتى المره راهي سالبه حتى للواحد، حتى الناقص واحد. اسمح لي باسكو قيمه ممنوعه. مور ناقص واحد راهي موجبه حتى للزائد منها. شوف لا شوفش ثلاثه كاع، شوف لي وقتاش راهي فوق محور الفواصل وقتاش راهي تحت محور الفواصل. كيما هنا وين راهي الداله تاعي؟ راهي جايه هنا وين راهي الداله؟ فوق فوق محور الفواصل. ها هو محور الفواصل هذا، هذا هو. شوف هنا فوق محور الفواصل تسمى راهي موجبه، هنا راهي تقطع تسمى راهي زيرو. كيما انا انت هنا كيفاش راهي؟ تحت محور الفواصل تسمى راهي سالبه. عند الواحد قيمه ممنوعه، عند ناقص واحد قيمه ممنوعه، هاي عند ناقص واحد قيمه ممنوعه. جيست مور ناقص واحد راهي ولات هنا، راهي ولات كيفاش؟ موجبه. فوق محور الفواصل تحت محور الفواصل. انا درتها بيانيا انا في الحال. نديروها حسابيا ولا ما كان نديروها حسابيا؟ ما كان نديروها حسابيا. لو كان لو كان حاب نديرها حسابيا كيفاش نديرها حسابيا؟ قولوا لي كيفاش نديرها حسابيا. شاف لا لا باش نديرها حسابيا يلزمني ندير جدول. ها هو الجدول. وش يكون فيه الجدول؟ اكس وهنا واش عندي؟ عندي 2 اكس زائد 3 وهنا واش يكون عندي؟ اكس زائد 1 وهنا عندي الكسر تاعي اللي هو شحال؟ 2 اكس زائد 3 على اكس زائد 1. هكذا ماشي هكذا. هذا وين ينعدم هذا؟ هذا وين ينعدم؟ قول لي برك. عند الربع. ها؟ هذا ينعدم عند الناقص 3 على زوج. ها ناقص من النهايه ثم راح يعدم لي ثاني هذا. هذا ماشي هذا، وهذا وين ينعدم؟ عند الناقص واحد. ناقص واحد جايه منا ولا منا؟ منا جايه. ها عند ينعدم عند الناقص واحد. صح هنا قيمه ممنوعه هنايا. شوف هنا واش ندير؟ ناقص ولا زائد؟ عكس اشاره ا. ناقص زائد زائد. وهنا واش ندير؟ ناقص ناقص زائد. صح ولا لا؟ لا ناقص في الناقص زايد زايد في الناقص ناقص زايد. خرجت لي كيف كيف ولا ماشي كيف كيف؟ دوك هذه كي نحب نديرها جبريا ولا نديرها حسابيا. خلاص دوك بقى لي غير القيمه المطلقه برك. هذا ما كان نفهمكم. شاف واش قال لك هنا؟ قال لك نفهمكم في هذه وخلاص. تبان مليح هكذا، هاي تبان بيها. شاف قبل نفهمكم هذه وخلاص. قال لك في السؤال الاخير عطالك السؤال هذا، عطالك العباره هذه. قال لك اش لي اكس هي القيمه المطلقه ل اف لي اكس. حنا واش قلنا على القيمه المطلقه ل اف لي اكس؟ القيمه المطلقه اسمها ديما تمد لك عدد موجب معايا. اذا دخل داخل عدد سالبي يولي موجب. تسمى دوك انا نحكم هذه الداله كامل واش ندير لها؟ لا لا شوف التمثيل بين تاع اش لي اكس كيفاش يجي؟ اذا كانت الداله موجبه تبقى موجبه كما هنا، اذا كانت زيرو تبقى زيرو. هنا راهي الداله سالبه ولا هي موجبه هنايا؟ سالبه. كي تكون سالبه كيما راهي رايحه لتحت تعاود تروح لفوق هكذا. راك تشوف كيفاه؟ كيما درناها باسكو القيمه المطلقه كي يدخل داخل عدد سالب يولي عدد يخرج عدد موجب.
وإذا كان عدد موجب كيفاش يبقى؟ يبقى موجب. أنا إنشأنا تمثيل بياني تاع الدالة اش. أسكو فهمت ولا فهمتوش؟ القيمة المطلقة شغل ماشينة ديما تخرج لي عدد موجب. إذا دخل عدد سالب يخرج عدد موجب. دوك تاع عندك الدالة تاعك هذه هي فيها جزء موجب وجزء سالب. هاوليك الجزء الموجب وهاو الجزء السالب. القيمة المطلقة تاع الدالة كاملة هذا الجزء السالب ردوا موجب. هكذا مفهوم؟ وانتم ديروا جماعة بوني بارطاجي كومونتي واستناو الجديد. وانتم ثاني عاودوا شوفوا.